Sencilla, baja. Sorry. اهلا وسهلا متابعي مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا من هنا من الخميسات، وهذه المره عند المثيره للجدل حريوده. اليوم احنا في ضيافه حريوده بمدينه الخميسات، ومن اجل انها تجاوبنا على عدد من ديال الحويجات، وخصوصا في ظل التطورات الاخيره واللي شفناها والدعوه القضائيه اللي شفناها، يعني اللي دارت اللي تحطات فيها يعني الابنه ديالها نادى وكذلك نزار، وغادي نسولوها على الزواج وغنسولوها على الذهب وغنسولوها على كل شيء وعلى هاد البلبله اللي منوضه وعلى هاد المحتوى اللي كاعين منه المغاربه كذلك. ماشي كل شيء نقولوا لبعض المغاربه اللي كاعين، نعم ايمان، بعض المغاربه اللي كاعين من المحتوى اللي كتقدموه اللي كيقولوا انه كاين بعض الحويجات اللي هما ما قابلينهمش. هاد الحويجات كاملين اليوم غنبغيو، لانه كنعرفوا ايمان، كنعرفوا حريوده كما كتقول دائما ما كتجيبش الروطار، والصراحه هي اللي كنعرفوا منها وهي اللي والفنا منك. واخا حريوده على المباشر على قناه شوف تي في، اولا مبروك عليكم بعد السياره. الله يحفظك اخويا، الله يبارك فيك، والله يسهل الامور كما كنقولوا، اللهم لا حسد. امين بالتوفيق وبالنجاح لكم. شنو غادي يعني تعليقكم على هذا الشيء، الانتقادات اللي كتوجه لكم من الجمهور المغربي مؤخرا؟ انا بعدا غنهضر على القناه ديالي بعدا. اولا السلام عليكم، كي دايرين الكويدات؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه والسلامه ان شاء الله، في الف احوال ان شاء الله بالصحه والسلامه. قلتي على التعليق؟ نعم، تعليقك على هاد الانتقادات اللي بعض المغاربه يعني اللي ما عجبهمش هذيك الخدمه، كيقولوا هذا الشيء فيه شوهه لينا، هذا الشيء ما خصوش نورمالمون يدار في اليوتيوب، ما خصناش نسمعوا الهضره، ما خصناش المعيور والسبان، خصوصا كان مؤخرا واحد الخرجه ديالك مع ساري كول، واللي سمعها كل شيء وشاف كل شيء، داك يعني داك شنو الخصام اللي كان بيناتكم وداك الجدال اللي كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اي نعم. كان خصام، هذيك السيده انا ما كنعرفهاش وما كتعرفنيش، وهي كتكون صاحبه بنتي وقد بنتي، هي عايرتني وانا رديت عليها كلام زوين وما عايرتها ما حتى شي حاجه، والدليل على ذلك عندي في لي كومونتير فوق 3000 واحد كلشي كيشكرنا وكلشي كيقول لي تبارك الله عليك حريوده، جبتينا فيها وهضرتي بعقلك وهضرتي في المستوى وما درتيش راسك فيها وما طيحتيش النيفو. هادشي بالتعليق، بالتعليق اللي كنقول لكم كلشي كاين في لي كومونتير، وفوق 3000 واحد، فوق 3000 كومونتير. نعم، كاع الناس كتشكرني وكتبغيني وتنموت عليها. نعم حريوده، عارفين دابا شوف حنا انت ما كتجيبيش معنا الروطار. سؤال اخر، كيفاش قضيه السرطان؟ شوف اخويا، حنا كنا كنردوا على ديك البنت، ياك ماشي انا، نزار ونادا كانوا كيردوا على ديك البنت، قالوا ليها علاش تقولي بان حريوده طايحه مع 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 شيخي، مع شيخ بنتي، فهمتي؟ نعم. وسميتو وماشي بنتي، انا كنقولها من هذا المنبر هذا، ماشي بنتي اللي هدرت وماشي انا اللي هدرت، راه نزار اللي قال ليها سيري راه وجهك مريض بحال السرطان وما قصدش فيها زعما. لا اقسم بالله ماشي قصد فيها بان سالنا ليهم ولا شحال، لا اخويا كل واحد الله يشافيه والله ينزل العفو لجميع المغاربه، وتا انا مريضه بمرض مزمن، فيا مرض داك السكر، مرض السكر، وتا هو مرض خايب وصعيب، والطبيبه منبهه عليا ما نتعصبش وما نتغيرش، علاش تلقاني انا دائما نشيطه ودائما ضحكه؟ لحقاش الدكتوره بالاوراق، انا عندي 14 في الخزان، 14 غرام في الخزان، انا قالت لي الطبيبه الا تعصبت ولا تغيرت كنغيب، الا طلع السكر كنغيب، الا هبط كنغيب، اذا شكون اللي غيضر؟ غنضر انا في الصحه ديالي، كنحاول ايفيتي المرض من الدماغ ديالي، صافي كنولي نعيش حياه طبيعيه جدا وكنشرب الدواء ديالي وكنعيش حياتي طبيعيه باش ما ياثرش فيا المرض. دونك انا فيا مرض مزمن، فيا السكر، وشحال من واحد كيتلاقى فيا حريوده واش فيك السكر، وكيبقى يضحك عادي كنتقبلها عادي، فيا مرض السكر عادي بحاله بحال اي مرض،
وانا اللي بغيت نقول بان بنتي ما نطقتش على فمها وما قالش بان على فيكم مرض سرطان ولا شي حاجه، وكل واحد الله يشافيه من هذا المنبر والله ينزل العفو على اي واحد. نزار اللي قالها ووضح بواحد الفيديو وخرج في المنبر شوف تي في وخرج في واحد المنابر اعلاميه كيوضح لهم، قال لهم اولا نسيبتي ونادر ما قالوا حتى شي حاجه، انا اللي هدرت وقال لهم واعترف فمه بواحد الفيديو ودار لهم المقطع كيفاش هو بان قال لها راكي مريضه وجهك بحال السرطان. وحنا بقينا كنضحكوا، علاش كنضحكوا حنا؟ هو ما مونطاش مزيان، حنا ديجا ضحكنا على واحد الموضوع منين جا هو يمونطي مونطا ديك الكلمه مع هذاك الضحك اللي كنا كنضحكوا، وراه هو اعترف بها في الفيديو. حنا خويا ما عندنا حتى شي علاقه بهذا الشيء وما كنهضروا حتى في شي واحد وما نتشفوا حتى في شي واحد. واللي تشفيت اللي تبلي تعجب ولا كيفاش يقولوا لا فهمتي اخويا؟ حنا ما كنتشفوش. هذا مرض، هذا ما فيهش، هذا مرض اخويا ديال الله سبحانه وتعالى، مرض ديال الله. انا قلت لك شي وحدين تيتلاقاو تيقول لي يا حريوده ها ها فيك السكر وتيضحكوا، واش نقول لك يستهزأ مني؟ لا عادي، فيا كي السكر كي الطونسيون كي السرطان كي مرض القلب كي مرض العامه بحال بحال. حنا جمعيه شوف حنا نطلبوا السلامه من عند الله سبحانه وتعالى، لحقاش من هنا لغدا ما كنعرفوش اش يوقع لينا حنايا. شفنا شفنا جمعيات اللي ما عندهاش علاقه بهذا الشيء، جمعيات اللي خدات يعني على عاتقها ووضعت شكايه في هذا الباب هذا بنزار وبنادا خويا شوف القانون القانون يعلى ولا يعلى عليه. والقانون اخويا فوق راسنا، القانون فوق راسنا، اللي دار القانون مرحبا. هو السيد راه خرج بالاعتراف وبالدليل بانه بان نادا ما قال حتى شي حاجه، راه هو اللي قال وورى لهم الفيديو بالمقطع. صافي اخويا حنا ما قلنا حتى شي حد وما هضرنا حتى مع شي واحد، ما قلنا حتى شي واحد شي حاجه، وكنقول لهم الله يشافي جميع الامراض، كل شي مريض الله يشافيه. انا دابا راه عندي جوج كينات، عندي جوج في الصباح وعندي وحده في العشيه، شتي الا ما شربت كينه وحده هي شي شويه تلقاني غيبت، دونك خاصني اوبليجي نشرب الدواء ديالي. وكتقول لي الطبيبه خاصني ضروري نضحك نخوي، يا اما الا نتعصب انا مريضه ونزيد الهم والمشاكل وراه غنسخف غن. والجميل 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 حريوده هو انك ديما محافظه لي على الاناقه والنايك وباقى الشباب باقي يعني ما مسوقاش لي الوقت. وانيش يعني واش هو المراه؟ شوف سر المراه هو الجمال ديالها. انا كنوصي العيالات يتهلاو في راسهم والهم يديروه يديروه في الشبكه شي يطيح شي يبقى، حيت الدنيا كلها مشاكل، الا ما كانتش المشاكل ما كتكونش الحياه سعيده. ولكن حنا ما نكثروش على المشاكل على القلب ديالنا وداكشي، الا نديرو شي هكا وشي هكا وربي سبحانه وتعالى يفاجئها علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. واخا الرد ديالك على الجمعيات اللي الان وضعوا شكايات خصوصا الجمعيه ديال الجمعيه الحقوقيه وشفنا الجمعيه ديال لا رديت عليك قلت لك اخويا القانون يعلى ولا يعلى عليه. حنا ما درنا حتى شي حاجه وما عندهم حتى شي دليل قاطع ضدنا حنايا، حنا ما قلنا ما هضرنا ما حتى شي حاجه. والسيد خرج في منابر اعلاميه كيعترف بان قال لهم راه نسيبتي ونادى راه ما قالوا حتى حاجه، انا اللي قلت. علاش نتوما ديما يعني ديما نتوما فهاد؟ والله اخويا انا ما عرفتش اقسم لك بالله العظيم ما عرفتش ما عرفتش علاش بالضبط نادى، اما انا لا انا دائما كان ما عمر شي واحد قال لي عليا شي حاجه خايبه ولا شي حاجه، نادى مسكينه دائما حاطين عليها. واخا تقدري واخا نادى هي صغيره وبحالها بحال قراناتها وتا الاخرين راه شحال من واحد كيقول اكثر منها في الاسلوب غير لائق، ورغم ذلك ما تيقولوا لهم حتى حاجه، ولكن نادى مسكينه جلدها حنا الله يصوم. واخا توضح لنا العلاقة اللي كاينة الآن ما يعني العلاقة اللي بين نزار وبين نادا حاليا. فين واصلة العلاقة بيناتهم؟ واش أمور مزيان؟ واش الزوجة؟ أخويا الأمور مزيان، شوف أقسم لك بالله العلي العظيم أنا حريودة كنجي من الآخر والله العلي العظيم، وهذا الشيء علاش كيبغيوني المغاربة وكيموتوا عليا من المغرب وخارج المغرب وفي الجالية المغربية وكل شيء. العلاقة مزيانة؟ لا العلاقة مزيانة، علاقة مزيانة، راه دابا هو مشى غير الأكادير على ود جدو وجداتو توفاو، العزاء لينا ليهم الله يرحمهم ويوسع عليهم ويوسع جميع المسلمين ياك ويرحم جميع المسلمين. العلاقة ديالهم زوينة وكل نهار كيتواصلوا في الواتساب، كل نهار كيهضروا كل نهار مزيان. غنسولوك إيمان على 16 مليون والقصة ديالها والطوموبيل. شناهي؟ 16 مليون والطوموبيل مالا اللي شفنا مؤخرا. عاودي لنا القصة ديالها. ما عندي ما نعاود، هذاك الرزق جابه لنا الله سبحانه وتعالى ومرحبا به، والله يرزقكم من يرزقنا، هذا الشيء اللي كاين. شديتي طوموبيلة للبنية؟ ايوا مسكينة ضروري كضرب تمارة والإشهار باش نسميتو راه نادر. وضح للناس باش الناس تفهم. باش يتفهموها الكويدات، نادر ماشي غير اليوتيوب، لا راه كدير اشارات. والدليل على ذلك ان مؤخرا مشات لكازا اكبر ماكازان في كازا، قالت لي انا دات البليسيتي هي وسميتها هي وصاحبتها قايده غيتها، كيشتيهم راهم مره مصاحبين مره محيحين. اي باش كنقول لكم
داروا هذيك اكبر هادشي اللي كدير شلال اكبر مكازا في كازا شدات لهم الاوطيل على حسابها الماكله على حسابها كلشي على حسابها عطاتهم الفلوس وعطاتهم جلال جلال هما اللي حطيت في البلوغ البارح السيل ديال جلال وداكشي هو اللي حطيت في القناه ديالي الكويده دخلوا عندها سميتها ايمان حسن هي اللي عندها 84000 ابوني مرحبا بكم عند حريوده نعم حريوده سمعنا مؤخرا انك غتزوجي بصح كاين هذا الخبر كيبقى مفاجاه وكيبقى بيني وبين الشخص باقي ما قالش لي حريوده قولي واخا هو قال لي حريوده راه تقريبا نص المغاربه عرفوني ولكن خليها مفاجاه اللي عارفين لحد الان انه فنان كبير فنان فنان راه ماشي كيعتبر فنان بانه غير مغني راه فنان كيعتبر مغني كيعتبر ممثل كيعتبر بزاف د الحوايج اذا ما تكشفيش لنا على الهويه ديال الزوج ديالك لا المستقبل كيفاش جات بعدا هاد هادي جات غير والله جات غير الله وحق الله غير في التليفون ياك غير في التليفون هو تيتبعني وتيشوفني وقال لك كنشبه ليه في الطريقه ديالو حيت عفويه وما كنكذبش ولي على القلب على اللسان وكيشوف لي كومونتير كيدخل كيشوف لي كومونتير الناس كتبغيني وكتموت عليا وتيقولوا لي حريوده كنموتوا عليك وكنموتوا على داك المحتوى اللي كديري وانت ما هاد النقطه اللي هاد النقطه اللي باغي نناقش معاك اللي هي المحتوى اغلبيه المغاربه كي يعني لا ما تقولش لي كنقولوا البعض ديال المغاربه واخا لا نمشيو معاك بالبعض انه بعض المغاربه اللي كيعاتبوكم على المحتوى اللي كيتقدم في القناه كيقول انه يعني ما يمكنش للاطفال ولا الناشئين انهم يدخلوا يتفرجوا في داك الشيء ممكن يعني الناس كياخذوكم على هذا المحتوى لا انا غنجاوب الكويدات بكل صراحه المحتوى اللي كنديرو ما كيعجبكمش البعض اما الناس انا اللي كنشوف اللي كنقول الناس يدخلوا الكومونتير ديالي ويشوفوا من فوق 3000 4000 كومونتير اقسم لك بالله العظيم كلشي تيبغيني من طنجه حتى للكويره كما قلت لك الجاليه المغربيه تليفوني انا اصلا ما تيسكتش وحق لا اله الا محمد رسول الله تليفوني ما تيسكتش من الناس كتعيط عليا حيت كتبغيني وكنحماق عليها قلتي على المحتوى اولا المحتوى تنديروه نقي محتوى ما تنتعراو فيه ما كنديروا داك المحتوى الروتين اليومي اللي كان المرات تصبر الزرابي وهي دايره هكا والمرات تلبس غير من هنا والمرات تلبس غير من هنا حنا المحتوى ديالنا بالوجه المكشوف عمركم شفتوا شي حريوده من نهار بدات من شهر 7 د العام الاول ها شهر 7 دابا عام باش دخلنا حنا اليوتيوب عمركم شفتوا حريوده دايره شي لبس غير لائق في اليوتيوب ولا درت شي بوز بان انا كنصبن الزرابي ولا بان طالعه الماء من الفوق كنستفهم ولابسه سوميش دونوي ولا شي حاجه باش غتقول لي اودي خويا انا المحتوى ما زوينش لا ما كنديرش هذا الشيء انا الناس كتعاتب نقدر نقول كتعاتب على الخطاب على الهضره اللي كتقال على يعني داك التعاطيه ديك انا كنهضر على راسي انا مسؤوله على راسي انا ما عمري خسرت الهضره حيت بحكمي انا عاشق ومرا بعقلي ووزنه ما يمكنش نخسر الهضره والناس كتشوفني والعالم كيشوفني الناس بوالديهم محترمين وانا محترمه وعندي والديه وعندي العائله ديالي ما يمكنش ابدا وقلتها في واحد الفلوغ فاش داروا معايا لقاء صحفي قلت لهم اودي ولو بمال الدنيا ما نقدرش نطيح المستوى ديالي الارض على قبل الارض راه قلتها اقسم لك بالله ما نقدرش ولو يكون يقول لي حريوده راه تخلصي مال الدنيا وقولي هذاك اللي كيتعاطاو به البنات صغار المراهقات ما نقدرش ودخلوا وشوفوا واش قلت شي حاجه بحال هادشي على ذكر الادسنس فالكل كيقول انه هادشي كامل كديروه على قبل الادسنس شنو هو اللي كنديروا على قبل الادسنس زعما هاد المحتوى وهاد المضاربات وهاد المعاطيه وانا تنقول لك محتوى نعم. محتوى شنو هاد المحتوى محتوى نقي عادي كنلبس حوايجي بحال الناس كنهضر كنشارك الحياه ديالي مع الناس بحيث الناس تقول لي حريوده شاركينا معنا شاركي معاك الحياه ديالك وهذاك الشيء وكنشاركها معاهم صافي اش ندير انا كنديهم الام ربيع كنديهم الاوزود كنديهم الافران كنديهم كازا كنمشي لاكادير كنديهم كيتشوفوا معايا الوريكا مراكش المهم كيسافروا معايا وكيشوفوا معايا هذا الشيء اللي كان انا ما كنقول حتى شي حاجه خاسره ما كندير حتى شي حاجه خايبه اش قلتي على قبل الادسنس واصلا كل شيء كيخدم على طرف الخبز انت اصلا ما كتنوض من الصباح حتى ل 11 الليل 12 ماشي على قبل طرف الخبز كل شيء كيقلب خويا على طرف الخبز وانت حنا كنديروا هذا اليوتيوب كل شيء على طرف الخبز فكرتي علاش الناس كتنوض كتكلاشينا يا كلاش هو سميتها علاش الناس كتنوض تتكلاشينا العدد منهم انا ملي قلت تخطبت العدد منهم كيهزوا تصويرتي وتيديروا بان حريده غتخطب علاش اخويا راه كلشي مسكين باش ياكل طرف الخبز باش يدخل عنده بنادم باش يصور طرف الخبز زعما باش يطلعوا لي في بالسميه ديالو باش ياكلوا طرف الخبز علاش زعما كيديروا التصويره ديالي وكيقولوا بان حريوده غتخطب وكيهضر عليا حريوده واش غتخطبي واش علاش زعما باش هو مسكين ياكل طرف الخبز وا
مانيش انا من الاخر. واخا حريده سمعنا انه كانت عندك يعني كان عندك فيرما عندك عندك مجموعه ديال الاملاك قبل من هادشي قبل ما تباني وقبل ما تشهروا وقبل ما تعرفوا ممكن توضحي لنا هادشي؟ نوضح اخويا بصح نيت انا عندي فيرما في عتبو فيرما زويونه بالغارس فيها اللوز وفيها داك الشيء زوين والزيتون وسميت هذاك الرمان وداك الشيء زوين والبير والدار وكل شيء تما. منين جاتك؟ انا نقول لك اخويا من جات الوالد توفى الله يرحمه امين اخويا ورثناها وانا رديت على خوتي فهمتي انا بدل اللي باش يعرفوا الناس انا راه ما كنتش في المغرب انا كنت في اسبانيا راه منين كانت 1000 بيسطا كنت انا في اسبانيا من 2001 كنت في اسبانيا وما دخلت حتى 2012 عاد دخلت من اسبانيا كنمشي وكنجي كنمشي وكنجي واش كديري تما؟ كنت كنخدم تمايا نعم قلت لك وخوتي جمعنا كاملين وتراضينا بيناتنا ورديت عليهم وتكاتبنا قانونيا وعند النوطير كل شيء مريدي كل شيء هذا الشيء كنقول لك انا الفيرما عندي في 2017 قبل ما ندخل انا لهذا بقى نادا واقيلا صغيره بقى نادا صغيره 2017 بقى نادا صغيره بقى نادا صغيره وسميتو وشنو اخر فكرني على هذه الفيرما لا الفيرما كنت حنايا في 2018 اللي تصفيت الحساب مع خوتي ورديت عليهم وكتبتها في سميتي وقبل ما ندخل الفيديوهات انا اليوتيوب الا كنت تعقلوا اول بلوك في شهر 7 كانت عندي الطونوبيل وعندي الدار ديالي هنا في كميسات وباقا لحد الان فيها ما تحولتش منها باقا لحد الان فيها يعني انا ديجا قبل ما اخويا قبل ما ندخل اليوتيوب اصلا ماسك عليا الله واش فهمتي اخويا اصلا عندي طوموبيلتي اصلا عندي الدويره هذه اللي انا فيها واصلا عندي الفيرما ديالي من قبل ما ندخل اليوتيوب اليوتيوب زاد شويه واليوتيوب الحمد لله اخويا شوف لا شكرتم لا ازيدنكم راه قريتها في التعاليق وكنشكركم على الكومنتات الله يحفظكم وزدت كملت في اليوتيوب وربي زاد الخير على الخمير والله في يد الرزق لكل واحد اللهم يسر امين يا رب العالمين سؤالي الاخر هو مرحبا انا هذا ماشي السؤال ديالي هذه ماشي اسئلتي هذه اسئله الجمهور حنا كنطرحوها عليك والناس كي يعني كيسولوا كيبغيو يعرفوا شفناك في عدد من الفيديوهات كيقولوا انك كما كنقولوا بالعاميه المغربيه كتباني على الناس في الفيديوهات بالذهب والخواتم والسرتلات وهذه المسائل من اين لك هذا؟ انا نجاوبك اخويا بالبيان اصلا هذاك الشيء ماشي دابا جالوق هذاك الشيء ماشي دابا جالوق ياك نيسا هذاك الذهب ديال فرنسا والذهب هذاك الذهب اللي كيتباع عند مالي الحوانت هو هذا اللي دايره دابا نيسا اكا بيجو ولا ما نعرف سميتو عنده واحد السميه ما عرفت انا مشات لي ديك السميه انا ما عرفتهاش هو هذا اللي دايره دابا نيسا هو هذا اللي دايره نيس بلاكيور بلاكيور تكرر راه بغيت نقولها وما عرفتهاش مشات لي رانا شرفت وغادي نرجع عاوتاني غادي نسولك حيت شفتك الاسئله ديالك ما كتجيبيش معايا الروطار غنعاود نسولك سير مرحبا انا ما موجود انا غير نجاوب نعم هانتوما الكتابي ما كاين غاتجاوب نعم واخا حريوده غادي نسولك على المساله ديال نزار ونادا الان ما بقاوش ساكنين معايا لا جريت عليهم جريتي عليهم ولا هما اختاروا واش انت جريتي عليهم باش تتجنبي المشاكل ولا خليتيهم يخرجوا زعما هما كان قرار ديالهم لا القرار ديالي راه تعرفي انا ما تنجمش الروطات جريت عليهم من نهار قال نزار فواحد الفلوق حق نسيتي تدق عليا ولا ما نعرف تتحرش بيا وداكشي نهار رجع لي نادى وباس لي راسي وباس لي يدي قال لي خالتي سمحي لي تكسر انا راه احمق ما ديتش عليه داكشي حتى انا ما جبتش مع الروطار قلت لي اخويا انت احمق وسير احمق على امك يلا سيروا في حالكم غنجري عليه جريت عليه لا هو لا بنتي واخا الله العظيم جبت معاهم الروطار وكيفاش قضيه يعني الاب ديال نزار مالو كيفاش لا يعني قالوا انك انت عندك معاه علاقه لا ماشي قالوا وحده اللي قالت لا ما قالوش ساري كل هي اللي قالت وانا رديت عليها تما فين رديت عليها في الفلوق ديالي قلت لها حشمي على راسك وحشمي على راسك حشومه هذاك الشيء خبنتي واش كاع انا تقاداو الرجال باش غنوض انا الشيخ بنتي حشومه لا هذيك كتبقى انا هو مزوج نو هذيك هضره خاويه هضره خاويه بغات دير ساره بغات دير بها هذاك علاش درتي راسك في راس يعني الكل كيقول لك علاش شحري ودا غدير راسها قالوا لا خاصني نرد عليها حيت كون ما ردش عليها غتبقى تزيد تبلبل بزاف خاصني نرد عليها وقلت لها انا جاوبت غير على راسي ودافعت على راسي انا غير جاوبت على راسي ودافعت على راسي قلت لها الا عندك ابنتي شي دليل ديري قدام هذا ما تسترينيش حيت انا بوجه ما كشوف هذاك الشيء علاش رديت عليها انا في الفلوغ باش نوري للناس
ديك الهضره غير هذيك السيده راه غير كتهضر غير كتنقز من واحد لواحد. بانت ليها حريوده مسكينه شدت فيا ثاني وانا عطيتها علاش تقلب. ومع العلم انك انت بعيد عليها. انا بعيد عليها وهي فين وانا فين وانا كبير عليها وهي قد بنتي ولا اكبر من بنتي هي. قالت اش ندير راه ندير هادشي وانا رديت عليها راسي قلت لها ودي انت كتخربقي وهذه 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 بزاف د الحوايج. وقلت لها اختي لا عندك شي دليل بيني صافي ما كاين علاش تحرقي الناس روسك. نعم ممكن تقولي لي يعني شنو كيفاش يعني تتقلبات العلاقه ما بين قيده غيتا ونادا وتصالحوا كيفاش جات الصالحه؟ هذه ما نكذبش عليك القيده وحق الله العظيم هذوك انا بعدا كاع ما تنتيق فيها والله. لا بنتي اش مره مصالحين مره مره مصالح باقي ماشي نقولوا سميتها هذوك هما باقيين كلهم كلهم تلقاهم الريح باقيين صغار قيضة غيتا راه تبارك الله راه وحتى دابا حتى نادا حتى نادا دابا راه ام بقاتش دريه صغيره راه عارفه شنو كدير. الله يجزيها ربي عندها 21 تبارك الله. نادا عندها 21 وسميتها صار يقول عندها واقيلا 26 غيتا عندها 37 ولا 36 مؤخرا كنشوفوا واحد يعني كاين واحد نداء لي يعني بعض المغاربه كاملين والناس وزوار يعني والناس مستعملين مواقع التواصل الاجتماعي اللي كطالب التدخل ديال يعني ديال السلطات وديال النيابه العامه وعدد من المؤسسات باش توضع حد لهذا الشيء اللي واقع في الفيسبوك وفي الانستغرام. انا ما عندي علاقه لا في الفيسبوك ولا في انستغرام ولا في حتى شوف نقول لك اقسم لك يمين ان دابا كدير لايف ياك كدير اللايف هذاك انستغرام وحق لا اله الا الله هي ما كنعرفش انا منين ندخل نشوف هذاك اللايف غير باش نعتقل الموقف ما تنعرفش انا كندخل الانستغرام كنورك عليه ما تطلعش ليا هي دايره اللايف وحق لا اله الا الله ما تنعرفش غير باش نعتقل الموقف باش نوصل عليها ندير ليها الجام حيت بنتي انا دائما خاصني ندير ليها الجام ما تنعرفش تنقول لها والديك واش دايره ليا شي حاجه انا مبلوكياني ولا دايره ليا شي حاجه لا ماما قالت لي الناس كتعاتب عليك انت كيقولوا نادا لا دابا غير بلاتي على الحديده الناس اش كتقول نقولوا نادا كما قلتي 21 سنه باقا صغيره باقا يعني كدير يعني داكشي باقا طايشه من حسب الطيش ولكن كاينه الام كاينه حريوده كاينه حريوده غير سمحي لي حريوده ولا ايمان كما كنقولوا يعني مطوره ما كتجيبش الروطار مراه يعني مراه كما كنقولوا واقفه على شغلها ما يمكنش تخلي بنتها غدير شي حاجه اللي ماشي هي. انا نجاوبكم على هذه النقطه هذه باش الناس تفهم الكبيدات انا ما كتكونش معايا كتكون بعيده عليا ملي كدير شي حاجه وداك الشيء انا تاع الاخر عاد كنجيب الخبر وحق الله العلي العظيم ومني كنجيب الخبر كنمشي عندها تنوصل عندها تا للدار انا مؤخرا ضربتها اقسم لك بالله غيبتها جات لومبيلونس داتها للسبيطار وحق لا اله الا الله الا جات لومبيلونس داتها للسبيطار علاش شي لايف كانت خسرات الهضره بزاف وداك الشيء وجيت طلع ليا السكر شديتها ما بغيتش نطلقها وحق الله العلي العظيم الا طلع ليا السكر ما بغيتش نطلقها جيت داتها لومبيلونس ايوا دخلوا الشرطه ما لا ما شنو قال البنت ما البنت ما عندكش حق تضربيها ماشي قاصر رشيد قالوا لي ايوا وشنو يلا في نظركم يلا هضروا الكبيدات يلا دابا جيت نضربها انا نربيها القانون كيقول لك ما عنديش حق نحط فيها يدي حيت هي رشيد دوكا غنديروا نضربها انا نمشي للحبس والله واخا كنت كنضربها اقسم لك بالله وهذه كتبقى مسؤوليتك مسؤوليه خويا كنبقى نضربها والله والله العظيم الا كنمشي فيها حتى غيبت انا غيبت فوقها وهي هزوها لومبيروس عاد شربت الماء عاد على سبب شي فيديو على سبب فيديو على سبب فيديو خايف بقات كتخسر الهضره بزاف هي اللي حملتها وعاد شفتو انا شفتو معطل وحمزه الكبيدات على الازعاج ممكن الصالون ديالي اون فاس لافاج نعم مره اخرى حريوده شنو تقولي للمغاربه اللي بعض المغاربه اللي كينتقدوكم دائما وكما قلت شوف انا نقول بعدا المغاربه اللي كيحماقوا علينا اقسم لك بالله خويا والشهاده قدام الله سبحانه وتعالى شتي ملي كنكون خارجه في الزنقه ما كاينش شي واحد كي كبير كي صغير ما كيشدنيش ويعنقني ويبوسني ويقول لي تنبغيو كيتصور معنا وانا كنبغي كيعجبني الحال كنموت عليهم حتى انا وحق الله العظيم وكيعطيوني قوه ياك كنقول لهم كنحماق عليكم وكنموت هادشي في الشارع الشارع في الشارع هنا في الدار البيضاء في خميس فين ما مشيت في الناظور فين ما مشيت والله العلي العظيم اخويا وربي اللي شاهد على هادشي اللي كنقول واللي ما كيبغيوناش كنقول لهم الله يهديكم والله يسهل عليكم تانتم صافي واش غد لحقاش كنتي قلتي لي واحد المثل قبيله غير ما عقلتش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما تبعتوش الامه كامله
ايوا راه ما يمكنش كلشي غيبغيك، راه ما يمكنش ما يمكنش. نعم. انا كنقول الناس اللي كنبغيوهم وكيبغيونا كنحماقوا عليكم وكنموتوا عليكم من طرجه حتى للكويره، وكنموت على الجاليه المغربيه اللي في الخارج، وكنموت على الناس الجزائر كيدير ليا لي كومونتير بزاف، والناس اللي ما كتبغيناش تنقول لهم حتى حنا كنموتوا عليكم والله يسهل عليكم والله يهديكم. وبالنسبه غنرجع معاك دائما وغنشد فيك لانه هذا هو موضوع الساعه اللي هو هذا الموضوع ديال الزواج. الزواج انا قلت لك الزواج كيبقى خاص بيني وبينه. هو قال لي حريوده عندك تخرجي هذه اللي بيني وبينه، خلي حتى راجلته كورونا. راه قلتها في الفلوق ديالي، جات كورونا وداروا لي الاكسجين وبقى في الحجر 14 يوم، وكنتواصل انا وياه في التليفون. قال لي عيسى لي هذا الشيء ان شاء الله ونصح نولي لاباس وانا معكم وغندير خطوه. غنشوفوا شي خطوه شي خطوبه وشي عرس اسطوري. ودابا العرس حنا بغيناه، ولكن على ود هاد كورونا كنحتارموا السلطات وكنحتارموا القانون فوق راسنا. نعم. ما نقدروش نديروا شي حاجه حتى يديروها الناس ونديروها حتى حنا. في نهايه هذا البث المباشر شنو تبغي تقولي للناس اللي كيشاهدونا الان عبر هذا المباشر على قناه شوف تيفي؟ غنقول لكم الكبيدات نموت عليكم، سواء قلتوا كومونتير زوين سواء قلتوا خايب كنحماقوا عليكم، وحنا كنا كنقاوموا المغرب ويد وحده وكنموتوا عليكم من طنجه حتى للكويره. متابعينا مشاهدي قناه شوف تيفي، كان هذا اللقاء مع حريوده من اجل انه نوضحوا الحقيقه ونوضحوا لها كذلك تعطينا ما يعني بعض الانتقادات الاخيره وسيرتو التطورات اللي عرفتها هذه القضيه ديالهم وهذا الخروج ديال النزار اللي كانت فيه اساءه للناس اللي مرات في السرطان وكذلك الزواج ديالها. لا وقول لهم خروج اللي دار نزار كان خروج ديالو، كان خروج ديالو على قناه شوف تيفي. نعم كان على قناه شوف تيفي واللي وضح فيه واعترف واعتذر، كان اعتذار واعترف انه يعني انا اللي قلت وانا اللي درت. الان الفيديو تا هو كيقول ماشي غير ولدي. كما سمعتوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، فحاولنا نوضعوا جميع الاسئله ديالكم، ناقشنا مع حريوده المحتوى، خدينا وجهه النظر ديالها على الانتقادات اللي كتوجهوها لهم على كل الحويجات، كذلك حتى مشينا معها حتى يعني حتى الفلوس حتى داكشي اللي يعني الطوموبيل، ومشينا معها حيت عارفين كاين يعني كتجاوبنا بكل عفويه. شكرا لك حريوده على اللقاء هذا، شكرا لكم متابعينا ومشاهدي قناه شوف تيفي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء. السلام.